احنا المره اللي فاتت اشتغلنا على تلنت، وتلنت مكنني اللي انا اقدر اعمل ريموت اكسس على سويتش او على راوتر واقدر اشتغل زي ما انا عايز. بس مشكله التلنت ان كل الترافيك بتاعه كلير تكست ان انكريبتد، مش مشفر اصلا. فلو اي حد بيعمل تجسس على الوصله ما بيني وما بين، او بيعمل تجسس على الشبكه، هيلقط كل حاجه بما فيها الباسوردات بتاعتي. وعلشان كده انا فاتح الجي ان اس مخصوص عشان اوريك القصه دي. الجي ان اس معاه اداه حلوه قوي اسمها الواير شارك، قلت لكم عليها قبل كده. دي بقدر اعمل تحليل لكل الترافيك ما بين جهازي وما بين الراوتر. وعلشان كده هنلقط كل حاجه بتحصل في التلنت ونتفرج بقى على الباسوردات وهي ظاهره قدامنا كده. دي مش موجوده في الباكيت تريسر، ما اقدرش اطلعها دي. فعشان كده قلت اوريها لكم على جي ان اس 3 علشان اوريكم مشكله التلنت وان الترافيك بتاعه غير مشفر، وناخد البديل الامن بتاعه اللي هو الاس اس اتش سكيور شيل، واعمل تامين لكل اتصال ما بينه وما بين الراوتر او السويتش. وصلت؟ فتعالوا نعيد الكونفيجريشن تاني بتاع التلنت سريعا، ونعمل تحليل للترافيك ونبص ايه اللي بيحصل فعليا لما اجي اخش التلنت على الراوتر بتاعنا. طيب جازك على الشغل مش على الشغل؟ على الشغل؟ حلو. طيب اللي بيحصل بمنتهى البساطه الشديده انه برنامج الجي ان اس 3 بيتيح ليا ان انا اشتغل على نسخ راوتر او سويتشات حقيقيه، اي او اس حقيقي، تمام؟ طيب انا عامل ربط ما بين الكلاود ده، معناه جهاز الكمبيوتر بتاعي، والراوتر دي نسخه اي او اس راوتر 7200. طيب انا هنا ربطه بكارت وهمي من الكروت اللي عندي اسمه في ام نت 1. لو تلاحظوا ده تبع برنامج مين؟ في ام وير. برنامج في ام وير عندنا بينزل اثنين كارت وهمي، واحد اسمه في ام نت 1 واحد اسمه في ام نت 8. دول بينزلوا باي ديفولت، تمام؟ اللي مكمل معانا ان شاء الله اس اي هشتغل على الكلام ده بالتفصيل. طيب انا بقى عايز اربطه مع كارت الفي ام نت 1 اللي على جهازي. طب ما اروح اشوف الاي بي بتاع جهازي كام؟ في ام نت 1. هاجي على كارت الشبكه كليك يمين، واقوم قايل نتورك اند انترنت، واقوم رايح على الايثرنت، واقوم رايح على نتورك اند شيرنج سنتر، واقوم جاي على تشينج ادابتر سيتنج. فهيجيب لي كل الكروت الوهميه اللي نازله عندي. انا عندي مع البرنامج نازل كارتين وهميين. طب ما نروح في ام نت 1 واشوف ديتيلز. بصوا الاي بي مثلا بتاعه كام؟ لو انا مثلا جيت اديته وليكن 192.168.2.1 على سبيل المثال، لو انا اديته اي بي ستاك. ماشي؟ ده الايه؟ ده الاي بي بتاعه. طيب ما طالما اي بيه 2.1، من ايه رايكم ادي للراوتر كمان من نفس الايه؟ من نفس الشبكه. وليكن انا هدي للراوتر، تعالى نكتب نوت كده جميله، انا هديله 192.168.2 مثلا 10. حلو؟ يبقى انا لازم اخش على البورت ده على الراوتر واديله ايه؟ واديله الاي بي ده. فانا هعمل دبل كليك على الراوتر. نصغر النافذه دي كده. طبعا دي النافذه بتاعت برنامج السولار باتي اللي بينزل مع جي ان اس. في الاول عندنا محاضره كامله عن جي ان اس كامله. كونف دي انا عايز افتح البورت ده. خلي بالك، عايز اقول لكم على معلومه صغيره، مش معنى ان البورت لونه اخضر في جي ان اس ان البورت ده مفتوح، لا مقفول. ولو عايز اتاكد من كلامي دو شو اي بي انترفيس بري، يعني الامر ده سواء شغال سويتشات او راوترات معانا، مش ده بيجيب حاله البورتات؟ بعرف حالته بتاعه، اقوم عامل له انتر. بص كود البورتات معمول ايه؟ اد مش داون، ده ادمن داون. ادمن داون ما عملهاش اب داون، احنا خدنا الفرق ما بينهم، صح؟ فانا لازم اخش على البورت ده وافتحه الاول. اقوم قايل له انترفيس فاست 0 على 0 نو شوت داون. هيطلع لي رساله يقول لي ان البورت ده بقى اب. ها اهو تشينج تو اب. وادي له اي بي عادي خالص، اي بي ادرس 192.168.2.10. الماسك بتاعنا كلاس سي 255.255.255.0. حلو الكلام. اصبح الراوتر اي بي 2.10 وانا اي بي جهازي 2.1. طب ما لو انا عايز اعمل تيست، هل احنا قاريين بعض ولا لا؟ هنعمل ايه؟ بينج اكيد، صح؟ هعمل بينج من عندي على راوتر. هفتح قائمه ران، الدوس عندي اهو بره على الويندوز سي ام دي، وهبنك جوه على الراوتر. اقول له لو سمحت اعمل لي بينج، اي بي الراوتر كام؟ 2.10 صح؟ 192.168.2 كام؟ 2.10 تمام؟ هم قالوا انت مش اداني ريبلاي، بس كده اتحلت. اقدر اجي على الراوتر واديله باسورداته العاديه واللاين في تي واي واشتغل عليه. يبقى الترمومتر بتاعك انه في بينج،
في بينج اعمل اللي انت عايزه. خلاص انت كده وصلت الراوتر جوه على برنامج جي ان اس 3 خلاص. اقوم رايح على البرنامج او مايل له اكسيت كده انيبل سيكريت وليكن مثلا سيسكو او لاين في تي واي من 0 ل 1 باسورد سيسكو ولوجن صح. مش انا كنت محتاج الحد الادنى من الامرين دول، اديت باسورد على الانيبل واديت باسورد على لاين في تي واي، مش حاجه جديده لحد دلوقتي. طيب عايز اختبر التلنت من جهازي هنعمل ايه؟ الاول قبل ما اعمل تلنت على الراوتر انا عايز اشغل تحليل بيانات على اللينكايه دي، عايز اعمل كابشر للترافيك تمام. فنعملها ازاي؟ اتفضل صباح الله وبركاته. هاجي على اللينكايه دي كليك يمين، شايفين الاختيار ده اسمه ستارت كابشر اللي هيسطب فيكم برنامج جي ان اس 3 بينزل معاه الواير شارك اوتوماتيك، وانت بتسطبه كده بينزل واير شارك، وهنشوفه مع بعض ان شاء الله في محاضره جي ان اس 3. فانا لما اقول ستارت كابشر ها هيقول لي انا هعمل، هبص هعمل تحليل للترافيك على اللينكايه ما بينه وما بين الراوتر تمام. فابدا اقول له اوكي ماشي. مش عايزك تشغل بالك كتير بالبرنامج ده، هنتعلمه والله مع بعض وهنشتغله هنا، اشتغله هنا عملي كامله تمام. انما انا بس عايز اثبت وجهه نظر معينه النهارده، عيب التلنت والميزه بتاعت اس اس اتش بس، ده اللي نخرج من الفايده بتاعت النهارده. انتوا هتشتغلوا حالا اس اس اتش على الباكت تريس، بس انا عايز اطبقه مرتين، مره على جي ان اس عشان اوريك شكله، ومره على الباكت تريس تمام. فانا اطبقه مرتين النهارده. هنا بقول حتى في ابديت جديد لاليزر، مالكش دعوه. سيب ده بقى شغال اهو عمال بيلقط ترافيك. انا هطلع بره على جهازي، مش احنا عارفين برنامج الباتي فين؟ باتي اهو، ده بيتيح ليا ان انا كونكت سيريال كونكت تلنت. انا عايز تلنت، شوف البورت كام، هو ذكي عارف ان هو 23 ها. اي بي الراوتر كام؟ ايوه 192 162 12 ها. الباسورد الاولاني دي بتاعت مين؟ اللي هي لاين في تو اي صح؟ ادي الباسورد الاولاني اعمل انيبل ها. الباسورد الثاني بتاعت مين؟ بريفليج اكيد، ادي سيسكو. وانا كده مبروك دخلت على الراوتر حلو خلاص. انا هعمل اكسيت، عايز اروح ابص بقى على ايه، هو عمال لقط اهو باكت اهو، انا هقول له ستوب كده. لو انا عايز اقول لبرنامج الواير شارك انا عايز اجمع محادثه على بعضها، يعني هو لقط بروتوكولات كتير، انا عايز اقول عايز ابص على التلنت بس، اقوم جاي واقف على اي باكت من الباكت اللي هو لقطها دي، كليك يمين فولو معناها ايه؟ تتبع في سي بي ستريم، عايزك تتتبع كل حاجه التلنت، جمعها لي مع بعض في محادثه واحده. وصلت؟ بصوا بقى لما اعمل فولو تي سي بي ستريم ها اتفرج ايه ده؟ مكشوفه حتى انيبل اللي انا كتبتها حتى الباسورد ده مفيش سكيورتي اصلا. انا داخل مخصوص عشان اوريك الحته دي ان التلنت لا يوجد اي سكيورتي مطلقا معاه. طب الحل ايه؟ اس اس اتش بقى تمام. يبقى الحل البديل الامن للتلنت هو بروتوكول السكيور شيل اس اس اتش، ده شغال تي سي بي بورت نمبر 22 ماشي. فانا هعيد بقى نفس الشغل ده بس المره دي بكونفجريشن مين؟ اس اس اتش. سهل الكلام؟ فانا حبينا مع بعض نثبت وجهه النظر وعيب الخطير بتاع التلنت غير مشفر. كل حاجه انت كتبتها لو واحد قاعد على الشبكه وبيتجسس هيقرا زي ما انا قريت كده بدون اي مجهود. وصلت؟ وده لان التلنت غير مشفر اصلا تمام. بعكس احنا لما بنخش صفحات الويب يوميه مش كلها اتش تي تي بي اس مشفره، فانا ما ينفعش اي حاجه على الشبكه تعدي كده بدون تشفير، اللي قاعد هاكر هيقول في كلام ما ينفعش تمام. فالحل اللي انا اقلبه اس اس اتش. طب نعمل ايه بقى؟ هنقفل الواير شارك حاليا، اقول له اقفل بقى مش عايزين سيف ماشي، وهاجي بس على اللينك اقول له ستوب مالكش دعوه ايه كابشر بقى. عايزين نكونفيجر اس اس اتش على الراوتر ده، تعالوا بقى نشوف الخطوات بتاعته هتمشي ازاي. اس اس اتش كونفيج ماشي. رقم واحد لازم اعمل تشينج الهوست نيم بتاع الديفايس، ما ينفعش اللي انا عشان اكونفيجر اس اس اتش يبقى اسمه راوتر او سويتش، لازم اتغير الاسم خلاص. يبقى الاسم الافتراضي اللي هو بينزل بيه ده ما ينفعش، لازم اغيره اي حاجه اي حاجه ثانيه الا الاسم الافتراضي. فانا هدي له امر اقول له ايه؟ اقول له هوست نيم وليكن مثلا راوتر واحد، المنصوره راوتر اي حاجه خلاص. دي اول تاسك معانا. التاسك الثاني لازم اللي انا هعين دومين نيم. ايه موضوع دومين نيم؟ الدومين نيم مع اسم الراوتر بتاعنا هما الاثنين مع بعض هيبقى اسمه اسم مفتاح التشفير. مش انا ناوي ان انا اشفر الترافيك ما بين وما بين الراوتر،
يبقى هنعمل توليد لمفتاح تشفير. اسم المفتاح ده ايه؟ هو اسم الراوتر دوت اسم الدومين نيم بتاعك، والدومين نيم ما هو الا مسمى اي اسم. خلاص، فانا عشان اديله الكوماند تمام هقوم قايل له اي بي دومين داش نيم وليكن مثلا اكس دوت نت، اختار براحتك اي حاجه تمام. احنا زي ما اتفقنا ان ده هيبقى اسم مفتاح التشفير، هيبقى مفتاح تشفير اسمه r1.x.net. انت بقى حط اي دومين بمزاجك مش مهم، ده ما هو الا ليبل فقط بس اسمه مفتاح تشفير تمام. طيب الامر الثالث هو الجنريت للانكريبشن كي، ده معناها ايه؟ توليد مفتاح التشفير صح. الامر بقى ده اسمه ايه؟ الامر ده طويل شويه، اسمه كريبتو كي جنريت ار اس اي، وهتلاقي كاتب لك كده عامل لي مفتاح تشفير بكود 512 بت. كريبتو كي جنريت ار اس اي معناها هنعمل توليد لمفتاح التشفير باستخدام الخوارزميه ار اس اي تمام، لان زي ما اتفقنا احنا هنطلع مفتاح تشفير على الراوتر، وهنا هيطلع مفتاحين، واحد اسمه بابليك وواحد اسمه برايفت تمام. فانا هقدر اخد البابليك كي بتاع الراوتر، فلما اشفر بياناتي وابعته له البرايفت بتاع الراوتر هو اللي يفك البيانات دي. خلي بالكم في موضوع مفاتيح التشفير، لما انا بطلع مفتاحين في معادله واحده اي واحد فيهم يشفر الثاني يفك التشفير، فانا لما اطلع بابليك وبرايفت الاثنين في معادله واحده اي واحد فيهم يشفر الثاني يفكها. شفرت برايفت بابليك يفكها، شفرت بابليك برايفت يفكها، خلاص. فانا لما اقول له كريبتو كي جنريت ار اس اي يعني هنعمل توليد لمفتاح تشفير جديد نستخدمه في تشفير الترافيك ما بينه وما بين الراوتر تمام، وبيعرض عليا مفتاح تشفير بكود 512 بت. في راوترات بقى ممكن تفتح معايا لحد 4096، كل ما كان مفتاح التشفير اعلى في البيتس كل ما كان صعب كسره. فانا ممكن اعمله 2048 1024 4096 براحتك تمام، كل ما يبقى مفتاح مور سترونجر كل ما يبقى ايه كسر بتاعه صعب. فانا مثلا ممكن اقول له 1024 خلاص. طيب بمجرد ان انا عملت الامر بتاع الكريبتو كي جنريت هيفعل لي اس اس اتش بس فيرجن 1.9، هتلاقي في رساله ظهرت يقول لك اس اس اتش فيرجن 1.99 انيبل. انا محتاج بقى ايه؟ محتاج ان انا اعلي الفيرجن بتاعه اقول له اي بي اس اس اتش فيرجن 2 تمام كده. يبقى بدل ما اشتغل بالفيرجن القديم بتاع الاس اس اتش انا هعلي الفيرجن اعلى منه فيرجن 2 تمام. الخطوه الخامسه، انت لما كنت بتخش على التلنت كان بيسالك على باسورد فقط، لما نخش اس اس اتش هيطلب مني حاجتين، يوزر نيم وباسورد تمام. يبقى انا لازم اكريت على الراوتر او السويتش اليوزر نيم والباسورد اللي انا كونكت بيه. فانا هقول له ايه بقى؟ هقول له يوزر نيم اي اسم وليكن احمد اي حاجه ماشي، بريفليج 15 سيكريت سيسكو. نقف هنا شويه ماشي، حته بريفليج 15 دي انا هقول لك بين قوسين انها اوبشنال يعني اختياري وليس اجباري. انا الامر عندي يمشي بيوزر نيم كذا سيكريت كذا، مش هقول له باسورد كذا، احنا اتعلمنا بقى كلمه باسورد خطر تمام، فانا لازم اقول له سيكريت. ليه بريفليج بقى؟ لو انا قلت له يوزر نيم وسكرت كذا اليوزر هيلاقي نفسه نازل في اليوزر مود فيضطر يعمل انيبل ويساله على الباسورد بتاعت بريفليج. اما لما اقول له انت بريفليج 15 هي اعلى صلاحيه على الراوتر على السويتش، تنزل بريفليج مباشر ما تعملش انيبل خلاص. يبقى اللي فيكم يدرس الكورس بتاع السكيورتي في حاجه اسمها البريفليج، البريفليج مستويات الصلاحيه اعلى حاجه 15. فانا لما اعمل لك يوزر بصلاحيه 15 انت نازل بريفليج مباشر تمام، فحته بريفليج 15 لو سحبتها ما يعمليش حاجه في الامر، يمشي عادي بس اضطر اعمل انيبل. طب وليه؟ طالما انا واثق في الشخص ده هقول له انت يوزر نيم كذا بريفليج كذا تمام. يبقى حته بريفليج دي اختياري وليس اجباري، فالناس تنزل بريفليج مود فورا ما يضطرش يعمل انيبل. الى الان في حاجه عنده مشكله؟ يبقى تعالوا نراجع، احنا لسه ما خلصناش لسه في تكمله، بس ناخدها من الاول. غيرت الهوست نيم بتاع الديفايس واديته دومين نيم زي ما اتفقنا عشان يبقى اسمه مفتاح تشفير، وقمت قايل له انا هعمل توليد مفتاح تشفير بالامر اهو كريبتو كي جنريت ار اس اي،
وممكن احدد انا قوه مفتاح تشفير زي ما انا عايز، ما عنديش مشكله. وبعد كده بقول له اي بي اس اس اتش فيرجن 2، ان انا بعلي الفيرجن بتاع الاس اس اتش بدل 1.9 اخليه فيرجن 2. وبعد كده بعمل لك اليوزر نيم والسكرت اللي هتخش بيهم، وبدي لك كمان هديه فوقهم بريفليج 15، مش مضطر تعمل انيبل، انت نازل جاهز خلاص. كل اللي انا بعمله على الجلوبال ده ليس له قيمه، لازم انزل تحت اللاين في تي واي واطبق خلاص. يبقى كونفيجريشن اس اس اتش فيه منه جزئين، جزء على الجلوبال، جزء تحت اللاين في تي واي. هو مين اللي بيدخلك تلنت اصلا؟ اللاين في تي واي. يبقى لازم انزل تحت اللاين في تي واي واطبق اللي فوق ده. فانا هقول له ايه بقى؟ لاين في تي واي، اولا هدي له امر جديد، لوجن لوكال. ايه بقى ده؟ كان لوجن الاول لوحدها معناها سالنا على باسورد بس. لوجن لوكال معناها يوز لوكال يوزر داتابيس، استخدم الداتابيس بتاعت الاكونتات. ممكن اكون عامل مجموعه اكونتات، احمد وعلي ومحمد، مين دول؟ دول اي تي متعينين في الشركه صح؟ يبقى انا ممكن اعمل قاعده بيانات مجموعه من المستخدمين. فانا لما اقول له لوجن لوكال معناه هيطلع لي رساله يوزر نيم وباسورد، انما لما اقول له لوجن بس يسالني ايه؟ باسورد فقط. حلوه؟ يبقى كنا في القديم كنت بقول لاين في تي واي بقول له لوجن، انما المره دي لا، لوجن لوكال، ده انا عايز يوزر نيم وباسورد. تمام؟ ووراها امر بقى اسمه ايه؟ ترانسبورت. ترانسبورت انبوت اس اس اتش. ترانسبورت انبوت معناها اس اس اتش، معناها هنعتمد البروتوكول الرسمي في الاتصال اس اس اتش، مفيش تلنت بعد كده، قفلنا تلنت. انا كان ممكن اقول له اس اس اتش وتلنت، او كان ممكن مثلا اقول له اول، بس يبقى انا مستعبط، هو انا عامل اس اس اتش ليه؟ عشان اقفل التلنت. فانا هشيل كل البدايل دي، اقول له اس اس اتش بس، مفيش حد هيكون انت معايا تلنت تاني، انتهى خلاص. طيب لو انا بعمل التيست بتاعي من الباكت تريسر، ماشي، دي حته بس خاصه بالباكت تريسر. لو انا بعمل تيست باكت تريسر هيبقى الامر شكله عامل ايه؟ لان انا هعمل تيست من الكمبيوتر بتاعي، الكمبيوتر الصغنن ده، الامر هيبقى شكله ايه؟ اس اس اتش داش ال، ال هنا معناها لوجن. انا عامل يوزر فوق اسمه ايه؟ احمد، اعمل له احمد. والاي بي بتاع مين؟ بتاع الراوتر، ماشي، وليكن مثلا 10.0.0.20. ماشي، وبما انك قلت له اس اس اتش داش لوجن احمد، يبقى طبيعي ساعتها الراوتر والسويتش هيسالنا مين؟ على الباسورد بس، انت اديته النص الاولاني فيسالك على النص الثاني. اما عشان انا بكونكت حقيقي برنامج الباتي هيسالني على الاثنين، اليوزر نيم ايه والباسورد ايه؟ ماشي خلاص، ادي لاب اس اس اتش كامل خلاص. اللي حابب يصوره بيصوره، عشان هخش اطبق الكلام ده مرتين دلوقتي، مره جينس وهعيده ثاني على الباك تريس، عشان تعملوه انتوا حالا وانتوا قاعدين دلوقتي. الدنيا تمام؟ نخش ننفذ الكلام ده فورا على الراوتر عندنا. هو قايل له بقى ايه؟ همشي، بص انا هجيب الشاشه دي في الجنب عشان تبقى انتوا ايه؟ شايفين خطوه خطوه احنا شغالين. تعالوا نطبق كل اللي فوق ده. ماشي؟ نبدا من الاول. هوست نيم ولكن مثلا منصوره راوتر. اي حاجه اي بي دومين داش نيم وليكن اكس دوت نت. صح كده؟ كريبتو كي جنريت RSA. بص اول ما اعمل انتر انت ما تكتبش 512، هو هيطلعها لك. ماشي، انا اعمل انتر. ماشي، انا عايزك تلاحظ حاجتين في الشاشه دي. بص كده، the name for the keys will be a، شايف ده اللي انت عملتهم فوق؟ عشان قلت لك ان اسم الراوتر مع اسم الدومين الاثنين على بعض اسمه مفتاح تشفير اهو، تمام. وكمان بيعرض عليا مفتاح بكود 512، بس الراوتر ده اخره كام؟ 4096. انا ممكن اكون بقى 2048 1024 براحتي، خليها 2048 وماله انت. عايزكم تلاحظوا بقى الرساله اللي هتظهر دلوقتي بعد ما يعمل توليد مفتاح تشفير. ها شفتوا بيقول ايه؟ مين اللي عمل انيبل؟ اس اس اتش، بس فيرجن كام؟ 1.9. انا عايز اعلي الاعلى، انا عايز اعلى في كل شيء، فهدي له الامر اللي بعده اللي اسمه ايه؟ اي بي اس اس اتش فيرجن كام؟ فيرجن 2. فاضل لنا حاجة واحدة بس، اللي أنا أعمل مين؟ الراجل اللي هيخش، يلا يوزر نيم، ها؟ وليكن محمود، أي حاجة، ماشي، بريفليج 15، سيكريت سيسكو. كل اللي أنا عملته ده ليس له أي قيمة لأنه على جلوبال. هننزل تحت مين ونطبق؟ لاين في تي واي، صح؟ لاين في تي واي
ها عايزين نطبق امرين اتنين، لوجن لوكال، ها ترانسبورت انبوت. شوف لو انا فتحت علامه استفهام كل ده سبورتد، ممكن اقول له اول اس اس اتش تلنت اي حاجه، بس يبقى انا كده بستعبط، انا عايز اقول له اس اس اتش بس واعمل له بس، فاضل اللي اعمل تيست. ماشي حلو. لو انا جيت ماشي سيب ده كده، فين برنامج الباقي؟ اهو. مش انا كنت من شويه بحاول اعمل تلنت؟ طب ما نجرب، انا عايز اجرب اعمل تلنت 198 168 2 10 واعمل ان. اه قفل قفل عليا مش هيرضى، انا اس اس اتش بس. تمام. طيب قبل ما كونكت اس اس اتش بقى، ايه رايكم نفعل مين؟ المراقبه. فين الجي ان اس بتاعنا؟ اهو. عايز اقول كليك يمين، عايز ابص اللي بيحصل مره ثانيه صح عشان اشوف فرق قبل وبعد. تمام. عايز اقول ستارت كابتشر واعمله اوكي. ماشي سيبه بقى يراقب. ايه رايك نروح على الباتي؟ هقول المره دي ايه؟ اس اس اتش صح؟ 192 168 واحد كام؟ واحد؟ لا 2 10 قال لك اقف عندك ان في كي بابليك كي موجود على الراوتر، انت تثق فيه؟ هقول له نعم يس. شايف؟ سالنا على مين الاول؟ اليوزر ده انا عامله محمود. عايز مين؟ باسورد. ملاحظين حاجة؟ أنا نزلت إيه؟ بريفرج مباشر. أنا نزلت بريفرج مباشر. طيب ما تيجي نراقب الكابتشر كده. نعمل ستوب. تعالوا بقى نعمل فولو زي المرة اللي فاتت، كليك يمين. تتبع المحادثة دي. لا شك إن ده منظر أجمل طبعًا من اللي فات. طبعًا انكريبتد مشفر غير الأولاني كان إيه؟ مفيش خالص، مفيش أي تشفير. سالي كلام. فانا حبيت ان انا افتحه على جي ان اس سيري عشان ايه؟ نشوف القصه دي. سهل الكلام؟ اه طبعا في تشفير، ده تلنت مفيش تشفير من الاصل. تمام؟ ما عادش حد بيشال تلنت، كله شال اس اس اتش بس على راوترات سويتشات سيرفرات اي حاجه، حتى اجهزه السكيورتي اس اس اتش هتلنت تلنت اصلا. تمام؟ تعالوا بقى نعيد اللاب ده، خلاص انا مش عايز اي كلام ده. شيل بقى كل الكلام ده. ولا عايز الكلام ده، انا محتاج ان انا اعمل اللاب زي ما احنا متعودين عليه. وصل وصلات، يلا ادي وصله وادي وصله. ماشي. طبعا ده مالوش اي احتياج دلوقتي. ماشي. انا عايز ما بين ده وده. ايه رايكم الجهاز نديله انت 10 1 وسويتش نديله كام؟ 10 مثلا 5. تمام. يلا نروح على الجهاز الكمبيوتر، اروح على ديسكتوب، هروح على اي بي انت 10 0 0 1. ماشي الكلام. ونروح بقى نخلص ايه على السويتش. نيجي على السويتش واقول له سي ان اي، هنا الخط كبير شويه فيبقى الموضوع تمام. انيبل وكونفيتي. نعمل الاساسيات الاول اللي هي ايه؟ هوست نيم، ها منصوره مثلا سويتش. ماشي. اي بي دومين داش نيم، ها ان اتش مثلا دوت كوم. كريبتو كي، ها جنريت ار اس اي. ها هنا المرة دي عشان باكت تريسر اخره كام؟ 2048 جي ان اس 4096، فانا والله خليني وسط 1024. تمام. شوف هنا قال لي مين؟ فيرجن كام؟ 1.9. لا اي بي اس اس اتش كام؟ فيرجن 2. فاضل لي مين بقى؟ اليوزر نيم. اليوزر نيم ها ادمن بريفليج 15 سيكريت. وانزل تحت اللاين في تي واي لوجن ايه؟ لوكال ترانسبورت انبوت اس اس اتش. طيب اوريكم حاجه ظريفه ثانيه. لو انا قلت له لاين كونسول 0 عارف ده معناه ايه؟ حتى الكونسول هيسالني يوزر نيم باسورد. تمام؟ يعني انا عملت كنترول وزد وقمت قايل له اكزيت. بص انا لما اعمل انتر يوزر نيم ما عادش باسورد بس، فحتى اللوجن لوكال تمشي على الكونسول. تمام حلو. فانا هقول له ادي اليوزر بتاعنا وادي الباسورد، ولاحظ انا نازل بريفليج على طول مش مضطر اقول له انيبل. خلاص ده الميزه بتاعتي بقى. طيب
فاضل حاجه ما عملناش على السويتش، انترفيس في لان 1 صح كده؟ نشط داون. اي بي ادرس اتفقنا اي بيهم كام؟ 10 5 صح كده؟ علشان اعرف ايه اعمل اس اس اتش عليه. طيب نروح من جهاز الكمبيوتر واروح على كوماند برومبت. الامر انا قلت لكم بتاع الباكت تريسر اهو، اس اس اتش داش ال اسم اليوزر وراء اي بي مين؟ اي بي سويتش. فانا هقول له اس اس اتش داش ال لوجن يعني ادمن وسويتش اي بي كام؟ 10 5 صح؟ 10 0 0 5. اعمل له ايه؟ طالما انا اديته اسم اليوزر هيقول لي على مين؟ باسورد. ادي الباسورد بتاعته، مبروك انت على منصوره سويتش ونازل بريفرج كمان. ثاني كلام عايزك تعمل لي اللاب الجميل ده عندك وانت ماشي. حد عنده اي سؤال اي استفسار في اي حاجه صعبه؟ يلا نطلع. نشوف بحث بحث بحث. معاك. طيب حاضر اجيب الريموت. طيب بصوا معايا كده بس حلو كده خلاص 24 هتلاقي الدنيا هدت خالص دلوقتي. الصوت بيقطع جامد. طب والله هنعمل ايه بس النت واضح ان هو صعب قوي. حظكم بقى. طيب دلوقتي سهل ان انا ادي اي بي للسويتش ماشي الكلام. طيب في امكانيه ان انا ادي للسويتش جيت واي. ليه بقى؟ السويتش لحد دلوقتي اللي يقدر يوصل معاه اللي قاعد في نفس شبكته بس. طيب انا وارد ان مش ده الحل معايا، وارد ان يكون الشركه بتاعتي ست سبع شبكات، واحد قاعد في البيت وعايز يربط مع السويتش، يبقى ساعتها السويتش ما ينفعش ان هو واخد اي بي بس، لازم ياخد ديفولت جيت واي زيه زي جهاز كمبيوتر بالظبط. انت لو شلت الجيت واي من الكمبيوتر بتاعك شبكه نت فانا عامل نفس القصه، لازم السويتش ياخد ديفولت جيت واي علشان يطلع بره الشبكه بتاعته واللي بره يوصل له. دي قاعده كده اعرفها، بدون ديفولت جيت واي لا هتشوف شبكه بره ولا اللي بره هيوصل لك، انما لما يكون في ديفولت جيت واي مفتوح في الاتجاهين. طب ادي جيت واي للسويتش ازاي؟ امر بسيط جدا. ادي الادمن وادي الباسورد بتاعك. هو ما يقول له كونف تي اي بي ديفولت جيت واي، فبالتالي الاي بي اللي هيكون موجود هيكون اي بي مين بقى؟ الراوتر اكيد. صح؟ لان الراوتر هو اللي كلنا طالعين نت من وراه. يبقى دي طريقه اعطاء جيت واي للسويتش، وزي ما اتفقنا الحكمه هنا ان انا اطلع بره الشبكه واللي بره يوصلني. لما ناخد الشابتر اللي جاي المره الجايه بنتكلم عن الفيلانات ونعمل فيلانز مختلفه بايبهات بقى في سبنيتنج ونطبق شغلنا، ها
هنعمل 3 4 شبكات وهنخش على السويتش ده من بره الشبكه، فلو مش واخد جيت واي مش عارف اكونكت معاه. تمام، يبقى لازم اوتر كده من اي مكان عادي جدا، بس بشرط مش مفتوحه كده من عليه ان انا اخش بره من بره لجوه. ايوه، لا لما يكون عشان الاي بي بتاع السويتش ده اي بي داخلي برايفت، ما تنساش ده مش بابليك اي بي. ففي حسابات تانية ازاي اللي انا اخلي الراوتر يوصلني على السويتش، ده قصه تانية هنتكلم فيها في النات. ماشي، يعني في حسابات تانية ان ازاي اللي قاعد في بيتهم يوصل جوه الشركه، في طرق كتير جدا، في بي ان ونات وحاجات طرق كتير. ماشي، بس انا دلوقتي بناخد قاعده اللي هي ايه، الناس على الجروب عماله تشتكي مش سامعين حاجه. طب ما فيش اي صوت؟ نستنى المحاضره تنزل ونسمع. ماشي يا عم، اعمل ايه بس، والله غصب عني النت وحش، مع ان صوت رمز المايك شغال فمعنى ان في صوت، بس مش عارف مش واصل لكم صوته ازاي. يبقى اي بي ديفولت جيت واي، لو انا عملت علامه استفهام يقول لي مين، هات لي الاي بي ادرس بتاع الديفولت جيت واي، وبنسبه كبيره جدا اي بي الراوتر. حلو الكلام، دي طريقه ان انا ادي السويتش جيت واي. طيب ازاي اللي انا اعمل كونفيجريشن للبورتات بتاع السويتش؟ يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي السويتش اللي انا شغال عليه ده حاليا، لو انا عايز افتح بورت معين او اقفل بورت معين، هم قالوا ايه؟ انترفيس مثلا فاست 0 على 7. ماشي؟ 0 مثلا على 7. ماشي؟ اعمل مثلا شوت داون او اقول له نو شوت داون. ماشي؟ طب الامر ده لبورت واحد. طب انا عايز اختار 10 بورتات. من البورت السابع للبورت 15. في طريقه اللي انا اعمل اخد اجراء على كذا بورت على السويتش، سواء البورتات دي متتابعه او متفرقه. تمام؟ يبقى في امر اسمه انترفيس رينج. انما لو قلت له انترفيس فاست انت بتجيب سنجل بورت. انما لما اقول انترفيس رينج يبقى انا عايز مجموعه من البورتات سواء متتابعه او متفرقه. يعني مثلا لو انا هقول له انترفيس رينج فاست من 0 7 لحد 12. اول ما اعمل، خلي بالك الشرطه معناها ان هم ورا بعض، هوريك دلوقتي الطريقتين متفرقين ومتتابعين، ده معناه متتابعين. لما اعمل انتر بص كده، لما اديهم اي امر، بص لما اعمل شوت داون قفل كام؟ 7 و8 و9 و10 و11 و12 كل دول. طب نو شوت داون نفس الكلام. يبقى اذا سهل جدا ان اللي يمشي على بورت يمشي على 10، فجيبه بالانترفيس رينج، اختار ايه رينج البورتات. طيب لو كانت البورتات دي متفرقه مثلا الخامس والسابع والتاسع اجيبهم ازاي؟ انترفيس رينج برضو ما اختلفناش، بس هقول له ايه؟ فاست 0 على 5 كوما فاست 0 على 7 كوما، شفت اللعبه؟ فاست 0 على 9 كوما فاصل بس ما بينهم. ايوه براحتك خالص. ماشي، يبقى لو متتابعين هتحط شرطه، لو متفرقين كوما ما بين كل واحد فيهم، وهما الاثنين انترفيس رينج اهو، شوت داون قفل دول نو شوت داون فتحهم تاني. سهل الكلام، يبقى دي طريقه اللي انا اسلكت مجموعه بورتات واربعة. كمان ممكن اللي انا اغير الدوبلكس ازاي؟ انا عندي دوبلكس باي ديفولت بيكون اوتو، احنا عارفين الدوبلكس يا هاف دوبلكس يا فل، وفي المعتاد بيكون كل الاجهزه واصله معايا فول دوبلكس. اذا تصادف واصل معايا جهاز قديم قوي، جهاز فيه مشكله على الفول دوبلكس، كل شويه يعمل لي ابو داون ابو داون، ولو خليته هاف يشتغل كويس، ساعتها ممكن ان انا اغير حاله البورت من الاوتو اخليها حاجه معينه. اللي انا بعمله ده اسمه هارد كود. هارد كود هي تثبيت قيمه على الانترفيس، ما تسيبوش اوتو. اوتو معناها نيجوشيت تفاوض حسب اللي قدامي، لو اللي قدامي فل هنبقى فل، لو اللي قدامي هاف هننزل هاف. تمام، انما لو انا ثبتها حاجه معينه زي فل او زي هاف دي اسمها هارد كود. نفس اللعبه لو انا قمت عامل ايه؟ السبيد، ممكن تلاقي السبيد مثلا 10 100 1000، بس هي معموله ايه؟ اوتو. اوتو على حسب الطرف اللي قدامي. بص دايما كلمه اوتو معناها نيجوشيت تفاوض حسب الطرف اللي قدامي. فلو انا برضو ثبتها قيمه معينه ده اسمه تكنيكال هارد كود، انت مثبت قيمه على الانترفيس، انما في الاصل اوتو، الدوبلكس اوتو والسبيد اوتو. سهل الكلام؟ في حاجه حلوه كمان، ممكن اعمل حاجه اسمها ديسكريبشن. ديسكريبشن ايه؟ لو انا مثلا عندي مجموعه البورتات دي لاداره الحسابات واداره الاتش ار واداره مثلا المبيعات، فانا ممكن اعمل ديسكريبشن على البورت، اقول مثلا ده طالع للبرنتر،
ده للكاميرا بتاعت الفيلا وهكذا، مجرد حاجه ليا انا كراجل اي تي، عشان لما اقول له بقى شو انترفيس ستاتس يبدا يجيب لي حاجه اسمها ديسكريبشن، ابقى عارف انا حاجه تنظيميه ليا انا مش اكتر، تمام؟ ان البورت ده رايح بتاع كذا وده بتاع كذا، خلاص. يبقى حته ديسكريبشن دي امر ظريف اهو، ممكن اجي على البورتات ماشي ام كاتب ديسكريبشن، اقول مثلا ايه سيلز ماشي سيلز مثلا ايه ديبارتمنت ماشي اوميلو انتر، خلاص يبقى اتعرف ان البورتات دي بتاعت اداره السيلز وهكذا. ديسكريبشن ده اي حاجه بتوصفها ماشي. فيبقى الحته دي اتعلمنا اللي انا ممكن اللي انا اختار بورت واحد او اختار رينج من البورتات، ممكن اغير الدوبلكس، ممكن اغير السبيد، ممكن ادوم ديسكريبشن، والديسكريبشن زي ما اتفقنا حاجه تنظيميه اللي مش اكتر، ابقى عارف البورت ده رايح فين. سهل الكلام؟ طبعا في طبعات بيبقى طبعات عاديه يو اس بي، وفي طبعات بقى حلوه كده طبعات الوان بتاخد اي بي والناس كلها تطبع عليه، رحت فرع تي داتا والكلام ده طلع عنده طبعه ضخمه طبعتين ثلاثه كمان، تسحب سلك شبكه او في منها كمان وايرلس، حتى طبعات المكتب في البيت في منها وايرلس، يسحب واي فاي يسحب اي بي وكونكت عليه، وحتى المتعرفه من البدايه هو بيعملها ديسكفر على الشبكه لوحده، التعريف بيشوفها لوحده. فانا موجود في كل المكاتب دلوقتي، حتى طبعات اتش بي السمراء الحلوه دي او الكانون او او او، انما اللي مشهوره الكبيره اللي هي الريكو في المكاتب زي ما انتم عارفين دي مشهوره دلوقتي، تمام؟ طيب سهل الكلام؟ يبقى انت عرفت ازاي انك تجيب بورتات متفرقه وايه بورتات متتابعه، مفيش فيها مشكله عن طريق الانترفيس رينج. طبعا شو اي بي انترفيس بريف انتم عارفين بيجيب انه حاله الليير 1 حاله الايه؟ الليير 2. طيب هل من الممكن ان انا اثبت الماك ادرس على البورت؟ ينفع. ازاي؟ هنا لو جيت على السويتش بتاعي قمت قايله كده شو ماك ادرس تاني، الطبيعي انه الماك ادرس يتنسى بعد كام منت؟ 5 منت. لو انا قمت عامل بينج على 10.0.0.1 قمت قايله شو ماك ادرس افتكره مره ثانيه، بس بص حاله الماك معمول ازاي؟ دايناميك. طيب هل من الممكن ان انا احول الحاله بتاعته الى ستاتيك عشان يفضل موجود ما يتمسحش؟ ينفع. ازاي؟ هو ما يقول له كونف تي وادي له بقى الامر الجميل ده، نوسع الشاشه شويه. اول حاجه لازم تعملها في الشاشه دي خد الماك ادرس ده كوبي عشان هنحتاجه دلوقتي ماشي. ماك ادرس تيبل ستاتيك ده اول امر عندنا ماشي. ماك ادرس تيبل ستاتيك، وبعدين تعال كده اعمل هيلب، قال لك هات لي ال 48 بت، عايز مين؟ عايز الماك. ادي الماك بتاعنا، ها اتابع لفيلان 1 على انترفيس فاست 0 على كذا، هو ده الامر. يبقى الامر لو قسمته كده ماك ادرس تيبل ستاتيك معناها انا رايح اثبت ماك ادرس، وقمت حاطط له الماك بتاع جهازي التابع لفيلان 1 اللي هي موجوده على سويتش باي ديفولت، تمام؟ وقمت قايل له ان ثبته لي على انهي بورت بقى؟ ما هو متثبت اصلا على البورت كام؟ فاست 1، تمام؟ فبمجرد ان انا اعمل انتر واقول له دو شو ماك ادرس هتلاقيه تحول الى ستاتيك، كان فوق دايناميك بقى ستاتيك. طب عايز ارجعه دايناميك مره ثانيه، تعال على الامر نفسه، لو عايز اشيل الامر ده اعمل ايه؟ لو عايز نو بس اي امر سيسكو نو، تعال كده كنترول ايه ومايل نو ومايل انتر دو شو ماك ادرس هتلاقيه اتشال، لازم ايه ابنج عليه مره ثانيه. يلا دو بينج على 10.0.0.1 دو شو ماك رجال دايناميك تاني. يبقى دي طريقه تثبيت الماك ادرس قدامك اهي عشان تعملها لي دلوقتي. اول حاجه تعالوا بس ناخد الامر ده كده كوبي عشان ننظم الدنيا، هات لي السلكت ده وبعدين كوبي في النوت بادي الجميله بتاعتنا. تعالى لي ها اول حاجه اقول له شو ماك ادرس تيبل، تمام؟ طبعا هتلاقيه فاضي، تقوم مبنج لي من على السويتش على 10 واحد اللي هو الجهاز ماشي، وبعدين تقول له شو ماك ادرس تيبل مره ثانيه هتلاقيه دايناميك، تقوم سيادتك داخل كونف تي ومثبته لي بالامر ده، ده كان نموذج استرشادي. وبعد ما تعمل كده تقوم قايل له دو شو ماك ادرس هتلاقيه اتقلب ايه؟ ستاتيك. تقوم جايب نفس الامر وقايل له ايه؟ نو no. ولما تعمل دو شو ماك ادرس هتلاقيه اتمسح، فتقوم قايل له دو ايه؟ بينج على 10.0.0.1 فلما تقول له دو شو ماك ادرس هتلاقي ايه؟ موجود تاني. يبقى تسلسل الخطوات انت هتتفرج على الماك تيبل بتاعك هتلاقيه مش موجود غالبا هينساه، تقوم مبنك بس
ولو جيت نفذته مره تانيه هيظهر. عايز اثبته كون في تي وادي امر التثبيت. بعد ما تثبته هتعرض الماك هيتحول الى ستاتيك، فلما اعمل نو هيعمل ايه؟ هيشيله. فلما اعرض الماك مش هتلاقيه، لما بنج مره تانيه يتحول بيناتك. ادي التسلسل اللي انت هتعمله حالا. ثاني كلام اللي حابب يصور دي يصورها علشان ايه؟ نبدا تعملوها لي حالا. سالي كلام؟ ماشي، يلا انطلق. ونبعتها للشباب على الشات هنا عشان يبقوا ايه عارفينها برضه.